الاحتفال بعيد الأضحى شهد في فترات بالتاريخ الإسلامي مظاهر مختلفة كتيرة، ده اللي هنتكلم عنه أكتر دلوقتي مع المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. مساء الخير يا فندم وأهلا بيك على أونلاين، كل سنة وحضرتك طيب. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. عايزين يعني نرجع كده من بداية دخول الإسلام في عصر عمر بن الخطاب وفتح مصر على يد عمرو بن العاص وبداية الاحتفال بعيد الأضحى تحديدا، إزاي المصريين فور الفتح الإسلامي بدأوا الاحتفال بهذا العيد؟ شوف حضرتك إن الاحتفالات الرسمية اللي بيحتفل بها المسلمون في كل العالم الإسلامي هي عيد الفطر وعيد الأضحى. ودي طبعا منذ البدايات الأولى للإسلام في المدينة النبوية وما حركة الفتوح العربية في العراق في الشام وفي مصر وفي شمال أفريقيا، لكن كانت العادة فيها هي التقليد العادي اللي هو الناس بتصلي صلاة العيد والتضحية لمن قادر على التضحية، لكن كموكب وكاحتفالية وشكل مراسيم موكبية ده الحقيقة ما ظهرش إلا في العصر الفاطمي في مصر. الدولة الفاطمية غيرت شكل الحياة في مصر كتيرا خصوصا في الاحتفالات والطقوس الدينية. بالضبط، لأن أنت عارف الدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية أساسا، والرئيس الأعلى للدولة كان الإمام الفاطمي. بالظبط. وبالمناسبة الفاطميون لا يستخدمون مصطلح خليفة زي أهل السنة، لكن بيستخدم الإمام، الإمام المعز، الإمام الحاكم، الإمام المنتصر وهكذا. فبالتالي فكان الإمام هو الذي يقود الشعائر الدينية وفي مقدمتها الصلاة. فعندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، فكان في موكب احتفالي لصلاة العيد. بداية بالنسبة لعيد الأضحى كان التسمية اللي موجودة في المصادر بتسميه دايما عيد النحر، لأن الغاقص فيه هو نحر الأضحية والتضحية بها، فالمصطلح اللي مستخدم هو عيد النحر. فكان يوم 9 ذي الحجة بيسموه يوم الهناء بعيد النحر، كان يأتي الوزير، الناس الأول تروح للوزير وتهنيه ويجتمعوا معاه، ثم يخرج الوزير ومعه كبار رجال الدولة ويقصدوا القصر الفاطمي الكبير، وهناك باب رئيسي لهذا القصر في جانبه الغربي اسمه باب الذهب، فكانوا يدخلون من باب الذهب إلى أن يستعد الإمام ويجلس في قاعة الذهب هي القاعة الرئيسة، ويبدأ قراء الحضرة في قراءة آيات من الذكر الحكيم تمهيدا لاستقبال الإمام للمهنئين بعيد النحر. اليوم الثاني هو ده اليوم اللي فيه صلاة العيد. كان هناك موكب احتفالي بيخرج على رأس الإمام من باب القصر الغربي الشرقي اللي اسمه باب العيد، وعشان ده مستخدم فقط في يومي العيد، وده تقريبا في شمال الجهة الشمالية من المشهد الحسيني الآن، والطريق اللي أمامه هو الطريق اللي بنسميه النهاردة احنا شارع الجمالية، ينطلق من باب العيد إلى باب النصر باب القاهرة الشمالي الأيمن. ومصلى العيد كان في المنطقة اللي فيها الآن مقابر باب النصر، فكان يبقى ناس قاعدة منتظرة والموكب ناس ماشية يمين وشمال تستقبل الخليفة وتهلل له إلى أن يصل إلى المصلى، وكانوا بيحطوا له على المنبر وعلى المحراب الآيات اللي هيقراها حتى ما يحصلش خطأ أو لبس أثناء القراءة، وعادة كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، ويضع معاه بعد أداء الصلاة وعشان يقول الخطبة القاضي القضاء على المنبر، وإلى أن يتم هذا التقليد ثم يذهب إلى منطقة في شمال القصر الفاطمي عند باب الريح. باب الريح ده الباب الشمالي للقصر،
في منطقة تعادل الآن ما بين الدرب الأصفر وشارع الطنبكشية أمام قنقاء بئرة الجاشنكير. هنا كان في المنحر، ويبقى هناك الفراشون موجودين عشان خاطر يعدوا الذبائح اللي هيذبحها الخليفة وينحرها، ويبقى معاه الوزير ومعاه قاضي القضاء، وفي مصطبة معدة لهذا الغرض، وبيدوا له الحربة في ايده، والقاضي يحطها في عنق الدابة ثم ينحره بها الى ان ينتهوا من نحر الأضحية والانتهاء منها. لكن دكتور أيمن، التفاصيل أكتر بتاعت الاحتفالات الغير رسمية للشعب المصري، يعني الناس، الأطفال في الشارع، فكرة الملاهي، المراجيح اللي موجودة، الأغاني مثلا. احنا عندنا أغنية في مصر مشهورة قوي، يمكن ما بقيناش نستخدمها كتير في آخر 10-20 سنة، بكرة العيد وحنعيد وحنتبحك يا شيخ سيد على الأضحية. الحاجات الموروثات اللطيفة دي ابتدت إمتى المصريين يستخدموها؟ في فرق، دي بدأت في فترة متأخرة نسبيا كتير جدا، بمعنى انه يمكن في العصر العثماني وفي القرن 19 ابتدت هذا التقليد، وحكاية الناس تلبس ملابس جديدة والناس تستعد، كل ده ما كانش له شكل ظاهر في الفترة المبكرة، لكن ابتدى يظهر في الفترة المتأخرة، وخصوصا للأهاديج والأناشيد اللي حضرتك ذكرت نموذج فده كله بدأ في الفترة الأخيرة، واستمر الحقيقة معنا لما كنا احنا أطفال، كنا بنمارس هذه العادات، وكان في الأماكن الشعبية في مراجيح وفي ملاهي وفي ناس بتمشي، لكن كل ده الحقيقة انقطع نتيجة حصل، مش عايز أقول ردة وتأخر، المد السلفي أو الدين الشديد المتزمت هو اللي أزاح الحاجات دي من يعني خلينا في الاحتفالات يا دكتور أيمن، نفتكر اللبن الحليب ونتبسط، والدين دايما وربنا كريم بيدعونا إلى الاحتفال والانبساط. أكيد الإسلام عايز الناس تبقى مبسوطة وفرحانة. أنا بشكر حضرتك دكتور أيمن فؤاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بشكر حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وكلنا بخير، اللهم أمين.